سير المعارك في مدينة الحديدة التي تشهد عملية تطهير واسعة من ميليشيات الحوثي الإرهابية التي عاثت فيها فسادا، نلخص جانبا منها في هذا العرض البانورامي يقدمه الزميل نايف المرير. تعتبر معركة الحديدة من أشد المعارك ضراوة، حيث تستميت ميليشيات الحوثي في الدفاع عنها رغم الخسائر البشرية الهائلة في صفوفها. في نظرة عامة على خريطة المدينة وسير المعارك، نجد أن القوات المشتركة المتمثلة بالمقاومة الوطنية حراس الجمهورية وقوات العمالقة وأسود تهامة هي التي تتحكم في سير ومحاور المعركة، فاتخذت ثلاث محاور أساسية في معركة الحديدة. المحور الأول في الجنوب الغربي للمدينة باتجاه الكورنيش وجامعة الحديدة، من ثم مستشفى الثورة وصولا إلى ميناء الحديدة، وهو الهدف الرئيس من هذا المحور. فيما المحور الثاني شرق الحديدة، ويهدف إلى قطع طريق الحديدة صنعاء بالتحديد في دوار المطاحن، وهنا اتجهت القوات في ثلاث اتجاهات: شرقا صوب الكيلو 16 بهدف تأمين منطقة واسعة للقوات من أجل المناورة، إضافة إلى إسقاط معسكر الدفاع الجوي القريب من كيلو 16 وقطع طريق الحديدة تعز. في الاتجاه الثاني غربا باتجاه مدينة الحديدة، والهدف من هذا المحور هو التوغل داخل شارع صنعاء، وقد استطاعت القوات هنا تطهير منطقة واسعة كمصنع يماني وأيضا سيتي ماكس وصولا إلى حلقة الخضار. فيما الاتجاه الثالث للقوات توغل شمالا داخل شارع 50 بهدف الوصول إلى مستشفى 22 مايو، من ثم فندق قصر الاتحاد وصولا إلى مدينة 7 يوليو. أما المحور الثالث فهو المحور الشرقي الشمالي، وهذا المحور الهدف منه تطويق المدينة بعملية التفاف متجها إلى مدينة الصالح، فيما الهدف من هذا المحور العام هو وصول القوات إلى قطع الاتجاه الشمالي الغربي للمحافظة وقطع طريق الشام الذي يوصل الحديدة بالمحافظات الأخرى، والتي تأتي تعزيزات للميليشيات عن طريقه، وغالبا ما يتم استهدافها بالضربات الجوية.